الحدث ده لم قامات كبيره جدا من القانونيين على مستوى مصر واساتذتنا، وفعلا ناس مخلصين في حب النادي الاهلي، وخدوا من وقتهم وخدوا من جهدهم، كانوا بيقعدوا بال 15 ساعه في اليوم متواصل عشان يطلعوا هذه اللائحه، وكانوا بيتعاملوا معانا الحقيقه، يعني عايز اقول لك بغض النظر ان هم ناس سنا واقاما وكل حاجه، انما كانوا بيتعاملوا كواحد من اعضاء النادي الاهلي من دون اي نظر الى الـ 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 الكيان او لا خالص. ناس يعني الحقيقه احنا بنفتخر، انكار زاد احنا بنفتخر ان احنا اتصورنا معاهم كمان النهارده. كان في حب، وتحس ان الموضوع ده معمول في اطار عائله الاهلي بكل حب. جميع اللجان في النادي الاهلي اشتغلت عشان توصل للاعضاء وتجيب ارائهم وتعكس وجهه نظرهم. كانوا بييجوا مش بس في الندوات اللي اقيمت، لا ده كمان على مدى الاسبوع كامل كانوا بيروحوا للاعضاء. الناس اللي جت وقفت في البوثز اللي اتعملت للاعضاء كانوا واقفين تطوعا وبدون اي مقابل، لمجرد ان هم بيحبوا النادي الاهلي وعايزين يوصلوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي عشان ياخدوا رايها. وطبعا على راس الناس اللي بشكرها الجمعيه العموميه نفسها، خليه نحل وخليه عمل اشتغلت على مدار فتره كبيره. النهارده بيتوج اليوم بتسليم اللائحه اللي ان شاء الله بقي دور. بقى الجمعيه العموميه عملت دورين غير طبيعي الفتره اللي فاتت بحاله الحراك، بالتفاعل معانا في اقتراحاتهم اللي نتج عنها تغيير اكثر من 50 بند، مقترحات تجاوزت ال 3500 مقترح، تفاعل غير طبيعي حصل من جمعيه عموميه. يكتمل ان شاء الله باللي احنا واثقين منه اللي هو في نضج ووعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انها تحرص ان يكون ليها لائحتها اللي معبره عنها اللي هي حطتها. اللائحه شارك فيها الجميع، كل الناس شاركت في اللائحه، كل الناس كانت حابه تشارك في اللائحه، خصوصا لما عرفت ان رايها مؤثر وان كل اللي بيبعتوه بيتم تعديله وبيتم دراسته بشكل جيد. الحمد لله خرجنا بلائحه يعني عليها اجماع بشكل كبير. ان شاء الله عندنا يوم 28 نتمنى بقى يعني ان احنا زي ما النادي الاهلي طول عمره رقم واحد، نتمنى ان احنا يوميها نبقى رقم واحد. النادي الاهلي لا يليق بيه ان هو يستمر بلائحه استرشاديه، عايزين يوميها نشوف عدد ضخم. انا عندي ثقه غير طبيعيه في اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله هنشوف يوم يعني حاشد. الحمد لله وصلنا النهارده للصيغه النهائيه للائحه بعد يمكن مجهود كبير شارك فيه الجميع، كان على راسهم طبعا اللجنه يمكن اللي وضعت اللائحه من البدايه، شكلنا مجلس الاداره وكان فيها طبعا برئاسه المستشار محمود فهمي، وبعد كده توالت طبعا الاقتراحات والافكار من جميع الاعضاء في النادي، وورش عمل كتيره جدا اتعملت لاطياف مختلفه والفئات مختلفه، وشارك طبعا فيها كبار الساده المستشارين اللي يمكن النهارده يعتبر اقل حاجه يعني يمكن كتكريم معنوي، ناس اشتغلت بجهد وبتعب بدون اي مقابل وبدون ما تستنى اي حاجه، حبا في النادي الاهلي وحبا في عملها. الحمد لله في النهايه الصوره يعني الحمد لله مكتمله، ونتمنى ان شاء الله تكمل على خير يوم 28 باذن الله. تكمل على خير ان شاء الله، وطبعا كلكم شاهدين على المجهود الكبير اللي قام بيه اعضاء الجمعيه العموميه قبل مجلس إدارة.